انا في تقديري ان السلطه العسكريه اللي موجوده النهارده على راس الدوله بتحاول انها تمنع اي معارضه حقيقيه، وبتحاول التنكيل بشباب ثوره 25 يناير لفرض سطوه واستبداد وقمع يشبه بل يزيد عن قمع مبارك وعن قمع المجلس العسكري وعن قمع الاخوان المسلمين. انا في تقديري انه على المستوى القانوني زي ما سمعنا من زملائنا المحامين انه بالاساس ما فيش قضيه، لكن احنا تقديراتنا على المستوى السياسي ان 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 الحكم ده متجاوز جدا، ان الحكم ده اكبر بكتير من ملف القضيه اذا كان موجود قضيه اصلا، واحنا في راينا زي ما قلنا ان الحكم ده حكم سياسي بالاساس. دلوقتي القضاه في مصر بقى بياخدوا تعليمات مباشره من السلطه القمعيه والعسكريه بالتنكيل بكل المعارضه اللي واقفه النهارده ضد السلطه عشان تحقق اهداف ثوره 25 يناير. اتمنى ان 25 يناير يشبه 25 يناير 2012 في تسليم السلطة للمدنيين وإنهاء حكم المجلس العسكري. أنا بشكل شخصي أنا بكل ثقة وبكل وضوح لا وألف لا لدستور يدع دولة عسكرية داخل الدولة المصرية.